في خبر آخر، كشفت مصادر لتلفزيون النهار أنه تم الشروع رسميا في قرار فرض التأشيرة على الرعايا السوريين الذين يرغبون في الدخول إلى التراب الوطني. يذكر أن القرار الذي اتخذ قبل أسابيع جاء لأسباب أمنية تتعلق بما تعيشه سوريا من انفلات أمني. وجدير ذكره أن الجزائر استقبلت لدواعي إنسانية آلاف الرعايا السوريين ووفرت لهم استقبالا يليق بمستوى العلاقات التي تربط البلدين. وستكون لنا عودة إلى هذا الموضوع في قادم موعدنا الإخبارية.